نينا تسمنين نسبة دوتة تستمتع وسيسنون تمسنح إسغراسا نغد مجازر أدى البيضاء كان زغيد غرن نغد المرافق الاقتصادية اللي كل سومانين تمدين تادة اللي غالك من الوزع تنسن إيتام أن الهكتار دار توفرن ميزرين 30 ولف طن نتفيي تزقوغت كرقة تسقوغت وسيسنون نمال السادر نبيد في الدور اللي طاف المرافق هذا خطار غم كلير نسرس تيفوت في كل العوامل اللي كشمنا غد تحديد نتيجن نتفيي تزقوغت دي مسورين نوبرا زادة غما يدي تنحى افادت سمو كارف كل ما يدا جزيرة الدار البيضاء بدات ليكسبلواتاسيون ديالو في 2002 داز من عدة مراحل. المرحلة الأولى هو كان تدبير إصغراس ندى البيضاء سفر نغتوري غسوكاس 2002 غوم زوارو إكاتين تومز الخدمة يد الشركة تدبير المفوضة غيلاد تغي توري المجازر الشركة ندى البيضاء الخدمات اللي ضفرني جماعة ندى البيضاء اللي غنسفال غسوكاس 2014 أرغيلاد من بعد جات شركة الدار البيضاء للخدمات وهي شركة التنمية المحلية تابعة للدار البيضاء لمدينة الدار البيضاء جماعة الدار البيضاء. بدينا تدبير في هذا المرفق منذ 2014 إلى حد الآن. من المشاريع اللي كانت لي زوبجيكتيف اللي تعطاوها هو ان دير واحد لا ميزا نيفو إصغراس ندى البيضاء السنة يتهيئة أن كل مسنة تتغرن للنجيس غلادة وضغن معترف به مزغ لونسا كازا بخيستاسيون خدات هذا المرفق ما كانش أغري باغ لونسا دونك أول حاجة هي لاغريمون ديالو. تقريبا كندبحوا يوميا ما بين 400-450 ديال البقري. أنت غرسة كرقة السان قرى 400-450 نخفان البقرية دا 1200-2000 نخفان الغنمي. هذه المجزرة اللي كتوفر على حوالي 300 عامل موزع حسب الأقسام تقريبا كاين عندنا شي خمسة الأقسام قسم ديال الإسطبلاس استقبال البهائم قسم الذبح. إصغراس ندى البيضاء خدم نقيسة 300 مسورين اللي بدانا في سموسة الأقسام وين تغرسي من غنميد البقرية ديال القسمة اللي تيوز لينا وسوسن جدين الماتريانة اللي نقيسة الأقسام يضمينا من العمال اللي كيسرعوا لونتخوتيان لونتروسيان والصيانه ديال الاليات ديالها. نتوفر كذلك في هذه المجزره على مصبانه خاصه لغسل الملابس اللي كيستعملوها العمال اثناء الذبح اثناء سميتو اللي عندنا مجزره خاصه اللي كتوفر على لا دار نحاو ولايه المصبانه اللي غارسلي لينا مصورين هدوم من سنه غم قالين طافي ولا النظام تدوقين غدا النظافه خطو الزمتان المجزره كنقول ان بلون نيتواي ديزانفيكسيون واحد التصميم ديال النظافه والتعقيم داخل المجازر. هذا البلان اللي كيكون فاليدي من طرف كما كتعرفوا ان المجازر معتمده وحاصله على شهاده الايزو. حنا كنديروا لو سيرفيس حنا لو كليون ديالنا اللي هو لو شوفيار. لو شوفيار هو واحد ان غروسيست ديال اللي كيبيع ويشري اللي عنده ولا كيبيع ويشري في الابقار والاغنام وكذلك دوطخ زيسبيس. لكنيه لكايه الخدمه الكليان اللي رانينا تغرسن البهيمن سندار نحا
ارتزرايا دار المصالح البيطرية قبل تيغرسية من بعد العملية الدبحة ارتنسرو صغر فريقوات كيغت نفكان فازني الكليان الاسباس بوفين عندنا جوج ديال السلسلات بالنسبة للغنميتاية عندنا جوج ودوك كيجيو في الصباح كيدبحو ومني كيدبحو كيدخل التجفيف ديالهم في الفريغو وكيباتوا في الفريغو حتى النهار الاخر في الصباح عاد كيتم التسليم ديالهم كنسلموهم لو كليون اللي هو لو شوفيير. الاشاره بان مجزرة الضرب هذا هي اكبر مجزره داخل اكبر مجزره في المغرب. اصغراسا الدار البيضاء كان المجاز اللي كل مقرنين غير المغرب اللي غزدار التسيم يزرين 5000 نخفن الغنميه 900 نخفن تفوناسين دام تخزان كيس غير الفريقويات ما يزرين 1300 سقيطه ديتقال المجزره تم زواروت اللي في كناس تماترت الحلال. 1400 سقيطه كتعتبر مجزره رائده في هاد المنطقه ديال شمال افريقيا، بالاضافه لان اول مجزره جماعيه عموميه اللي تسيرتيفيات واول مجزره جماعيه عموميه اللي حصلت على لابيل حلال. المهام ديال قسم الجوده هي مراقبه جوده اللحوم في جميع المراحل الانتاج ديالها. القسم ديال الجوده اللي تبدد في غضون تفيه كل المراحل زغتي زويريه المرحله تنكاروت. المرحله الاخيره اللي هي ديكسبيديسيون ديال اللحوم للزبون ديالها. احنا محلولين على السوق الخارجي لان لي كليون ديالنا كيبغيو يديروا ليكسبور. نكنيات يا ورزامة في قدسنا نبرا سما ترتان حلالة تقاية تغوسي السومانة غم كليا نسب الراكس كله يستطرنا لكليان كليون اللي هو محتاج لها باش يبيع ويشري ويفاسيليتي احنا كنكونوا كنرحبوا بها. الدور اللي كنقوموا به داخل المجازر هو ان كان القطعه ديال اللحوم كنديروا السلسله ديالو من الانتاج حتى للتوزيع، يعني كنقوموا بالتسمين ديال العجول كنتوجهوا بها من الضيعه للمجازر. غير صغراسه الدار البيضاء نسكر كل السلسله انت يا فوت زغتي زويريه على المرحله تنكاروت كيغت الكماتي في سدا الميدنا اللي تيوكلفنا سوزنزنس العوامل اللي كشمنا تحديد نتيجنا نتفيه جات العرض الطلب. العوامل اللي كتدخل في تحديد الاسعار ديال اللحوم الحمراء هو العرض والطلب. قد ما كان العرض قل من الطلب كيكون الارتفاع شويه في الثمن. الا كان الطلب قليل والعرض كثير كيكون الانخفاض واحد الانخفاض تدريجي. الحمله كنبيعوا ب 90 درهم ديال البقري والغلمي كنبيع 110 درهم. احنا الحمد لله مع معروفين بالجوده وكنجيبوا السلعه ديال البقري العجل البلدي ديال البلاد. الزنزاح تيفيين البقريه 96 درهم، الغنميه 110 درهم، غاتي زياده يدروس الاقبال في تفيي سلاونتك اللي غزودن يتيقن تفيي سلاونتك والغنمي. كاين اللي كيتقدى، كاين اللي مسكين الله يكون في العون، كاين اللي كيقول لك اودي انا غادي يعني كيتخلى على اللحم. بالنسبه للاقبال ديال اللحم ما بقاش كما كان، السبب ديالو هو الغلاء، هو الغلاء ديال اللحم. والغلمي دابا الغلمي 110 درهم قليل اللي كياخذ، الغلمي ما بقاش كتخرج بزاف، يعني 110 درهم كيقول البقري ب 90 وهي 110، وكاين اللي كيبيع دابا كاين اللي كيبيع 120 130، كيقول ودي البقري ب 90 درهم والغلمي 110 درهم، من الاحسن ناخذ البقري. وفعلا كاين واحد الارتفاع اللي شهدناه خصوصا هذا العام. ومن الاسباب الكبيره ديالو هو التوالي لسنوات الجفاف. لا يتتيتا غي تيقنا نتفيس لو انت كي غوسكو سناد كورانينا اللي غي دروس ونزار اكساب وصول صدار يدفر تتيتا دن الاعلاف اللي لان غيلادا ما يادا يوجانا لكسبتا نتمازرت التدروس مفتاي لما سلع عمليا للصراد نزامان. نخافض نوعا ما قل نوعا ما
التجئنا للعمليه ديال الاستيراد باش ندير واحد النوع من الموازات ما بين القطاع المحلي والقطاع المستورد. غير هذه من الحزانين راه نبدا ديتون في هذا المصطلح مين ليزدين في تيافوت تفييت سكرت دوسنتل نيمال الساده فرتح. تسببت الجملة إيجات الزنزان تسلعين سجودية يسبب نقصات نغدى والناس فيدنا فتسببت هذا أبلا المستهلك لجان مباشر دي الطافة وسبب الجملة ينطور السوهمان الوكيل نغد الوسيط غل عملية نزنزة تمسخت تسلعين اللي غالي الساغ سلعت زغ الشركات إحضوت أركيغت الزنزي لما يسببنا نقصات. المزايا تسببت الجملة إيجات التوفير ندريمنا اللي غالي تنقاس أتيجا أنت مسوقت دو الصرخوة أنت طيت أنت وروينا سيجا دازني مينوتنا. العيوب تسببت سالجملة يخسى الداركيلية يا الراس المالي مقرنا دي سنارتنا نغد الخدمات دايلي دركة يا نضغارة اللي راك يودا أفادة أتحضو تسليعنك. إيمانين حزانين أسيس نحن غسادة ونشكدي لعن ستيمة أكون سوسمة الحلقة يادة نجاكم أغلى هنا دوافل.